بيقول دي الميثود اسمها largest، تستقبل array وتستقبل lower index بتستقبل upper index. في البداية بقى احنا قلنا ايه البيز كيس اللي بتوقفها، بيقول لو اللور اندكس بتاعي بقى قد الابر اندكس يبقى انت الماكسيمم بتاعك او القيمة اللي انت هترجعها هي اللور اندكس، القيمة اللي موجودة في ايه في الاليمنت الاخير. ما انت لما توصل لللور قد الابر يبقى انت بتشاور على الاليمنت الاخير، فانت هترجع قيمة اللور. طب لو مسحت اللور وقلت له ابر مش هتفرق، يعني لو شلتي لور وحطيتي ابر مش هتفرق، هترجع لك هو اليمنت واحد. تمام. طيب غير كده، ده بقى ايه، دي كده البيس كيس بتاعتنا عشان نحددها، ودي بقى ايه الجنرال كيس اللي هي دي الجنرال كيس اللي هي بتنادي على نفسها. قال انا هفترض بقى ان الماكسيموم انت هتروح تنادي على نفسك مرة تانية، وهتعمل ايه، هتزود اللور اندكس بتاعك هتزود واحد، والابر اندكس هيفضل زي ما هو. هتروح تجيب الماكسيموم، لما تجيبه هتعمل ايه، هتقارنه باللور اندكس، لو هو اكبر منه او بيساويه يبقى انت هترجع ايه القيمة بتاعته، لو هو لا مش كده يبقى انت هترجع قيمة الماكسيموم زي ما قلنا بالظبط. تمام. طبعا الماكسيموم هنا لانه فاريبل انا استخدمته فبعرفه فوق في الميثود بتاعتي. طيب ده كده ايه نفس الرسمة اللي احنا شرحناها بالظبط. طيب ازاي اعمل الكلام ده بس بالفور؟ قال لي عشان اعمل الكلام ده بالفور انا هعمل ايه، هفترض ان الاليمنت الماكسيموم هو الاليمنت اللي موجود عندي في الابر اندكس. تمام. وبعد كده اعمل فور تلف على العناصر بدايه من العنصر الاخير لحد ما توصل لايه للعنصر اللي موجود في الاول، وكل مره هتنقص من الاي واحد. هتعمل ايه الفور، هتقارن، هتقول له لو الماكسيموم بتاعي ده اقل من العنصر بتاعك يبقى الماكسيموم هو عباره عن العنصر اللي انا واقفه عنده. يعني انا اوضح الشرط لانه هو الشرط هو اهم حاجة في الجملة، يعني كده مثلا دي 20 ودي 10 ودي 30. تمام. ودي 7، الاي بتاعي ايه 0 1 2 3. تخيلوا معايا كده انا بادئ من فين، بادئ من التلاتة، عملت ايه، قلت العنصر الكبير عندي اللي هو الماكسيموم ده قيمته بتساوي اخر عنصر اللي هو كام، اللي هو ال20. تمام. جيت هنا العداد بتاعي بيقول العداد بتاعك بقى بيبدأ منين، ما يبدأ من 3 وبعد كده 2 يوصل ل2 وبعد كده يوصل ل1 وبعد كده يوصل للزيرو. فهو بيقول اول مرة انا هقارن الماكسيموم اللي هو ال20 ده بالاليمنت بتاعي، هل هو اقل من 20؟ لا طبعا مش اقل منه فمش هيحصل حاجة. طيب هل هو اقل من 10؟ ده الماكسيموم اقل من الليست اي، لا ال20 مش اقل من ال10، فمش هيحصل حاجه، ده مش هيتحقق. اروح اللي بعدها، هل ال20 اقل من ال30؟ ايوه، يبقى الماكسيموم هيساوي ايه الليست اي اللي انت واقف عنده اللي هو ال30. الدوره اللي بعدها، هل ال30 اقل من ال7؟ لا ال30 مش اقل من ال7، يبقى الماكسيموم ده مش هيتغير، يبقى هيفضل زي ما هو ك30. بعد ما خلصت الفور هرجع قيمة الماكسيموم اللي هي ايه، اللي هي ال30 بتاعتي. تمام.